هلا اللي له عندي دلوقتي يا جماعه اتضح انه اثنين، واحد من 2016 صار له ابروفل لبيكتران، والايكوتسي كان كمان له انتي دوت، فالتو دراجز ذي هاف ان انتي دوت، ففكره الانتي دوت هاي بطلت موجوده على الجهتين، واحد من 2018 صار له ابروفل بشهر 5 وواحد من 2016 صار له ابروفل. اللي هم التو جايز اللي كنا نتكلم عنهم قبل شوي. اللي هم الدبيكتران والرايفكس وماب او الاربكس وماب هم نفس الشيء نفس الفكره، ففكره الانتي دوت للفاكتور 2 انهبيتورز بطل موجود يعني صار موجود، وانتي دوت كمان الفاكتور 10 سيلكتيف جايز كمان صار موجود. طيب بس عشان اذا سئلتم في حياتكم شغلة عن الرايفكس وماب عشان يمكن هاي نسينا نحكيها كمان، هذا الدواء رايفوكسيماب بيعمل شيء ممكن ينتج ثرومبوسايتوبينيا 3% من المرضى، بس جست تو ريكاب ذا ستوريز، السايد افكتس الرئيسيه للدبيكتران والرايفوكسيماب ما في سايد افكت قويه موجوده الا البليدنج زي الادويه الثانيه، ممكن البليدنج ايكوال للورفرين، بس الرايفوكسوبان ممكن ثرومبوسايتوبينيا 3% من البوبيوليشن، وممكن يعمل شيء اسمه بريورايتس 1 ولا 2% من البوبيوليشن، يعني هدول السايد افكتس اللي ممكن تحتاجوهم باليو اس بي والاشياء هذه. طيب هيك خلصنا الانتي كوب اديولانت، طلع علينا موضوع واحد اللي هو اسمه ثرومبوليتيك. اوكي، وثرومبوليتيك بينقسموا لانواع. اوكي، نتكلم على شيء اسمه ستريبتوكاينيز، يوريكاينيز، TPA تيشيو بلازمينوجين اكتيفيتر، والتا بليز وتين تا بليز وريتلا بليز كلها تدور تيشيو بلازمينوجين اكتيفيتر. TPA هو موجود اصلا بجسمنا، احنا بنصنع اشياء زيه عن طريق الكومبيننت دي ان اي، في التصنيع بنغير الاكتيفيتي وبنغير شيء اسمه سيلكتيفيتي، بس شوي شوي بنمشي ونعرف شو الموضوع. هلا مشكلة الثرومبوليتيك بوث بروتكتيف هيموستاتيك ثرومبايل اند تارجت باثوجينيك ثرومبو امبولاي ار بروكن داون. مشكلة الثرومبوليتيك اللي هو النوع الثالث من الادوية اللي عمالنا نحكي فيها، بنلوي بالخثرات او بنقلل الكواجيليشن بعموم انتي كواجيليشن، هذا قوي جدا. This is thrombolytic. This drug goes direct toward the thrombi. اي ثرومبايل دكتور هون المشكلة الكبرى. اوكي، المشكله الكبرى انت بتروح على البروتكتيف هوموستاتيك ثرومباي والتارجت باثوجينيك ثرومباي، فانت بتخلق جو من الثرومبوليسيس في كل الجسم، فهي مشكله كبيره. فالسيركيليتنج فايبرينوجين ويل بي ديجريدد وبليدنج كان بي اوكر، هاي المشكله الرئيسيه بالادويه. عشان هيك هاي الابره صعبه الاستخدام، حكيت لكم انتم يمكن ما تشوفوها الا وصلتوا اخصائيه قلب واخصائيه نيورو، كل هذا الكلام شيء كثير صعب التعامل معهم، بس بالفارماكولوجي احنا بنمر عليه المرور. شو بيختلفوا هذول الادويه دكتور فوق؟ These drugs differ in their selectivity to plasminogen in clot or circulating plasminogen. الاختلاف الرئيسي بيناتهم بيختلفوا بشيء رئيسي اللي هو انه قديش هم سيلكتيف للفايبرونوجين اللي موجود في الجسم. فبعضهم اللي هو الغالي اللي هو التي بي اي الثالث سيلكتيف اكثر للبلازمونوجين القريب او المرتبط بالكلوت. however الستريبتوكينيز الاقوى واقوى واحد هو مش سيلكتيف بالمره، فهو فعليا بيحفز البلازمونوجين ان سيركوليشن، كل البلازمونوجين عماله بتحفز. فانت بتتخيل السايد افكت، الافكت اقوى، يعني رح تسال اطباء قلب تحكي لهم مين بتفضل انت، كثير منهم بيحكي لك والله العظيم انا يعني بفضل الستريبتوكينيز. ليش؟ لانه لما تعطي انت الستريبتوكينيز اول واحد فوق الستريبتوكينيز لما تعطيه بيضرب بكل البلازمونوجين الموجوده في الجسم، فبعليا بيعطي افكت كثير سريع، لكن فرصه السايد افكتس والبليدنج بتكون اعلى كثير 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 كثير. اوكي، بينما التي بي اي لا والله بروح بس سلكشن للثرومباي. اوكي، فسم سورت اوف سلكشن. اوكي، هذا مهم جدا. الاسعار دكتور الستريبتوكينيز 200 دينار بين 160 ل 200 دينار، والتي بي اي بتوصل حق الابرس 100 دينار او اكثر، يمكن في منهم 1000 دينار، التابليز
في منهم 1000 دينار. فكل ما زاد السعر تعرف انه زادت السلكتيفيتي، زادت الاحسن الدواء. لكن بعض المرضى بعض الاطباء بيستخدموا القديم اللي هو السيتروبينيز بفضلوا يعني هون بتيجي فكره الريسك والبنفيت، قديش الطبيب بده يعمل ريسك اند بنفيت. بس نشوف الميكانيكس اكشن على السريع. نتكلم احنا على فيرتوليتيك دراكس، عمال بحاول لنا البلازمونوجين تورد البلازمين، والبلازمين عمال بقطع لي الفايبر كامل وعم بيعمل حاله من الثرومبوليسيس اوكي في كل الجسم. فهذا الميكانيكس اكشن الرئيسي. طيب نرجع شوي لفوق، ليش بدي استخدم هاي الادويه؟ تستخدم طبعا هي تو تايبس، انترا فينس ممكن نستخدمهم، انترا ارتيريال اوكي. في الانترا ارتيريال نستخدمهم في حاله واحده. طبعا صعب كثير تفهم الموضوع الان، بس يعني اذا كان في بريفر باسكور بلوك بالبريفريز وبدك تعمل سبلاي للبريفريز، فانت ممكن تعطي انترا ارتيريال ثرومبوليتيك تراك، يعني تحطه بالارتري عشان يمشي على الارتري ويعمل البلوك اللي صاير في الارتري اوكي. لكن اغلب استخدامات 99% من استخدامات راح تكون انترا فينس، لانه الامبولاي اصلا جاي من الفينس لانه السيركوليشن. فاغلب الحالات بدك تروح على مالتيبل بولمونري امبولاي اوكي. اذا المريض عنده بولمونري امبوليزم بس كانت مش وحده بولمونري امبوليزم، مالتيبل مسكر بالمره، هنا في فرصه وفاه سريعه، فانت يو هاف تو اكت اند اكت فاست. اثنين سنترال ديب فين ثرومبوسيس زي السوبيريور فين كابل سيندروم او اسيندنج ثرومبو في البايتس اوف اليوفيبرال فين، برضه بلوكينج كبير، وهذا البلوكينج يو هاف تو اكت اون ات، راح يصير مصيبه اوكي، وراح يصير تبديل للدرويه وراح يصير مآسي في هاي الحاله. شو حلك؟ اعطي هيبارين؟ لا لا، الهيبارين بده وقت، ممكن ينعطى هيبارين اذا كان الكيس يعني ما بينه وما بينه، بس لما يصير في بلوك عندك زي هذا البلوك زي السوبيريور فين كابل سيندروم بيكون بلوك كامل ما عندك حلول، يو هاف تو اكت اند اكت فاست. طيب ثلاثه اكيوت ميوكارديال انفاركشن سكرت الكورونري ارتري، واذا كان التسكير باكثر من مكان ممكن تكون مصيبه برضه. نفس الفكره احنا بنحكي على الثريتنج سيتويشن، اكيوت ميوكارديال انفاركشن ات هاز تو بي اكيوت صعب قوي شديد، شو بدك تعمل؟ تعطي ثرومبوليتيك دراج. اكيوت اسكيميك ستروك TBA should be used within 3 hours after onset of symptoms. Acute ischemic stroke يعني جلطة دماغية برضو مآسي وبتعرف كل هذا الكلام. You have to act. طيب شو اللي بدنا يا دكتور الآن؟ بدنا نفهم شيء كثير مهم بالاستخدام. طبعا الاستخدام الخامس تحت arterial intra arterial for peripheral vascular disease. اتفقنا؟ Remember this. Block, mini clot, you have to act, act fast. الهيبارين، وارفارين، انتي بليتلتس اللي هم كلوبيد جلير الاسبرين ما بيفيدك ولا برازوبريد ولا شيء بيفيدك في الحاله. يو نيد تو اكت اند اكت فاست، حياه او موت. عشان هيك اسم الابره شو اسمها؟ ابره الحياه. بس في شيء ريت ليمتنج فاكتور هذا الشيء اللي هو وين تو يوز ذيس دراج اوكي، امتى تستخدم. طبعا الكتب راح تقرأ بالكتب كثيره عن الموضوع، راح تجيبوا لي كتب شيء كاتب 3 ساعات، شيء كاتب 6 ساعات، شيء كاتب ساعتين، يجي كاتب ساعة. طبعا كل indication له وقت محدد، يعني لما نيجي نحكي عن myocardial infarction بنيجي نتكلم من 3 او 9 ل 4 او 3 ل 6. لما نيجي على stroke بتلاقي كتب كاتب 3 وناس بيقول لك 6. فاحنا خلينا نكون متفقين انه هذول الادوية they have to be given بسرعة، مش من لحظة وصول المريض للمستشفى، من لحظة حدوث الانسيدنس، يعني من لحظة myocardial infarction، من لحظة ما انجلط البني ادم اللي قدامك هاد تحسب وقت. إذا وصل المستشفى قبل 3 ساعات لأربع ساعات تعطي الدواء، بعد ذلك الأكتيفيتي بتكون خلاص ما إلها داعي، لأنه الخلايا اللي هي بترويها تلك المنطقة أصلاً ماتت في أغلب الحالات، فصار الإنفاركشن صار، الستروك صار، أوكي؟ فيعني تداخلك هنا ما بيكون له معنى، أوريت؟ لأنه البلوك صار وصارت الهايبوكسيا، بتعرف شو الهايبوكسيا؟ نقص الأكسجين، نقص التلوية على ذلك المكان، وانتهى الخلايا الميوسايتس اللي ماتت ماتت، والبرين اللي صار البرين هيموريج او صار البرين ايديما او ريجر صار بالبرين، صار فيها هايبوكسيك اريا، صارت وانتهت. فخلينا نكون متفقين الليمت 6 اورز بغض النظر عن تشوفوه بالكتب، هذا بعدين بتتعلموه في الميديسين اوكي، وهذا بتغير على فكره مع الوقت، بس يعني within 6 hours هذول الدراجز لازم يستخدموا، واذا اكثر من 6 hours don't think about those drugs. اسمه ايش دكتور؟ fibrinolytic او thrombolytic. معلش انا مريض شوي فصوتي شوي مش ظابط. طيب شو الفروقات بيناتهم دكتور؟ كتار هم اوكي،
Streptokinase combined with plasmonogen, the complex give another plasmonogen molecule to plasma. في another tag اسمه مش مطلوب منكم هذا لأنه بطلنا نستخدمه anistroplase an acetylated streptokinase plasmonogen complex that cleaves plasmonogen to plasma. هذا بنعطى كله كامل. يوروكينيز مش مطلوب منكم كمان. أنا بهمني اثنين الستريبتوكينيز والTDA. TDA اليوروكينيز هذا كنا ناخذ البلازمونيجين من اليورين عشان هيك اسمه اليوروكينيز. بطلنا نستخدمه كثيرا بس ضل TDA الستريبتوكينيز وضل TDA. TDA هو أصلا إندوجينيوس. أوكي دايركت أكتيفيتور البلازمونيجين هو الإندوجينيوس موجود في جسمنا. أوكي؟ إنت بريفرنشال أكتيفيتور البلازمونيجين ذا إز بايند تو فايبرين. ركزتوا معي عشان هيك حكينا السعر أغلى. TDA is preferentially activated plasmonogen that is bind to fibrin. This is, in theory, confines fibrinolysis to form thrombi. يعني fibrinolysis لما يصير thrombi كامل. Okay, this is that. But some sort of selection. يعني مش زي streptokinase all over. أقوى side effects active, bleeding active. طيب, الالتابليز recombinant TDA. يعني مش TDA مقصول من الناس من البشر لا هذا الكومبيننت استخدمناه صار نحسن عليه هذا مش مطالب بين فيه انتو بس عشان تكون عارفين شو اللي صار في شيء اسمه ريترابليز جينيتيكلي موديفايد ريكومبيننت ليس اكسبنسيف ذان TDA بس ليس فايبرين سيلكشن اوكي حسنا عليه مثلا ما حسناش اللي سوى الاحسن تنس هذا اغلى واحد فيهم جينيتيكلي موديفايد ريكومبيننت TDA لونج تي هاف شورتلي مور slightly more active or selective toward the fibrin اللي linked مع الكلوت. طيب دكتور شو بدك يعني نعرف؟ بس اعرف انه في شيء ستريبتوكينيز و TDA وفي تحسن لل TDA. اوكي؟ احسن واحد من ال TDA هذا الصديق بس هذا ما حصلتوا عنه انا بس يمكن يجيكم بيسم بيه كثير اشياء زي تينك تابليز. تينك تاب احسن واحد الهاف لايف له اطول السلكتيفيتي له احسن الاكتيفيتي بالعموم احسن مور سلكتيف. الأسوأ ستريبتوكينيز لأنه ما هو إنه سيلكتيفيتي على الفايبر بيعمل بلازمونوجينيسيس يعني كل الجسم بيتحفز بلازمونوجين اللي فيه. أوكي؟ أورايت. طيب نحكي شغلة لطيفة نربط فيها المادة مع بعض. عم بقرأ السطر الثالث أنا ركزوا شوي. As the clot dissolve أوكي؟ إحنا أعطينا دواء والكلوت شو صار فيه؟ dissolve. شو صار؟ طلع عليه كويس. Concentration of thrombin شو عمالها بتصير؟ بتزيد عندك clot وانت عمالك بتزيد ال concentration of the thrombin locally و increase platelet aggregation and increase formation of a new thrombi انت ما اعطي هذا الدواء لكن half life له طبعا هذا مش طويل الدواء هذا اوكي 1 to 2 hours عشان هيك احسن واحد تكتب ليس كل ما استمر اكثر لكن انت شو بتعمل؟ بتدوب الخطرة في لحظة تدويب الخطرة شو اللي عمله بصير عندك بثرومبين عم بزيد طيب شو البدايات يا دكتور عشان يصير إير كلوت برجع بحكي هيك نسمع بليتلت شو بدنا نعمل جيف أنتي بليتلت أوكي أور أنتي كوجيلان تو بريفنت إير ثرومبوسس عيد دكتور بنعطي ألتا بليت لو تي بي أو بنعطي تينك تابليت تي بي أو بنعطي ستريبتوكينيز بتلاقي الطبيب بعد شوي حكى بسرعة أعطوه بلانكس أعطوه لودينج دوز أو بلانكس ما أعطيش دوز عادي ما أعطيش 300 ميلي جرام أورالي ممكن أو البلانكس ميونو إنجكشن أوكي أو أعطي برازوغرين إنجكشن أوكي بسرعة بس اشتغل بسرعة أوكي لأن ما عندنا الإنجكشن تاع كلوبيدوغرين بس موجود عندنا الإنجكشن تبع البرازوغرين فليش ما أعطي هذا الشيء دكتور أو أعطي مرات بحكي لك أعطي هيبارين كليكسان ليش ما اعطي كليكسان او نعطي انتي بليتلتس اي دكتور هذا بلوك ديزولف كونسنتريشن اوف ثرومباي انكريز لوكالي انكريز بليتلت اجريجيشن اند انكريز فورميشن اوف نيو ثرومباي جيف ان انتي بليتلتس اور انتي كواجولانت تو بريفنت ثرومبوسيس خلاص فهمناها هاي انت عم تتلعب بشيء كثير صعب اوكي طيب ذا ايرلير ذا ثرومبوليتيك از جيفن ذا بيتر ذا ايرلير ذا بيتر ذا ايرلير ذا بيتر remember شيء اسمه hypoxia تاخذوا بالكارديوفاسكولار كثير طيب side effects of bleeding having because these agents do not distinguish between the fibrin in an unwanted thrombi and fibrin in a beneficial hemolysis plaque or fibrinogen in the circulation reperfusion arrhythmia hypotension الاولى سهله الثانيه
شو اسمها هاي؟ ري بيرفيوجن ايش؟ الريتمي. هاي بوتنشل ممكن تصير. طيب خلينا بالتالي تخيل القلب شو ماله؟ الكوري ارتري مسكرة على القلب وانت اعطيت دواء زي الفايبرونسيس. هي فعليا مسكرة والقلب عم بنبض. فانت شو بتعمل في القلب هذا؟ بتفتح وزي بتفتح الاجندة. اعطيت هذا الدواء شو بصير فيه؟ within seconds حتى within minutes بيشتغل هذا الدواء. اعطيت انترافينوس within seconds. بيفتح القلب ايش؟ البلد. لما يجي البلد على القلب مفاجأة بتيجي. فالقلب بصير تفعيل قوي. شو يعني تفعيل قوي؟ يعني الكالسيوم بيشتغل والدنيا كلها بتشتغل. شو مسميها هاي الحالة؟ زيادة في activity of the heart. شو اسمها؟ الريتمية. يعني تسارع عضلات القلب أكثر من اللازم. شو اسمها؟ الريتمية. شو هاي؟ بيرفيوجن. يعني أنا زدت البيرفيوجن، زدت التروية كتير عشان صار عندي إيش؟ صار عندي الريتمية. اسمها إيش؟ اسمها هاي؟ بيرفيوجن، ريبيرفيوجن، الريتمية. يعني إعادة تروية القلب أدت لها الريتمية. ونفس الشيء يعني انت فتحت شيء مسكر معين بصير عند المريض ايش؟ هاي بوتنشل بينزل ضغطه لانه السيركيليشن بيختلف بصير في زي عدم توازن بالسيركيليشن ممكن ينتج عند المريض هايبو تنشن. طيب هايبر سنسيتيفيتي اذا كنا جايبين ستريبتوكاينيز وذ ستريبتوكاينيز اند انتي بليز ويتش انكلود ستريبتوكاينيز ان اتس كومبلكس. ستريبتوكاينيز بريفايد فروم كلتشر بروس اوف ستريبتوكوكاي من البكتيريا عشان هيك اسمه ستريبتوكاينيز. It's a foreign bodies and is thus allergic. Most people have had a streptokinase infection. They may have circulating antibodies against streptokinase. The streptokinase antibody reaction can cause fever, hypersensitivity, and or failure of therapy because the streptokinase molecule complex with the antibodies are pharmacologically inactive. Okay. خلينا نشرحها سريعا. هاي ستريبتوكوكاي شو بيعمل؟ ستريب ثروت وهو نفسه اللي ممكن ينتج ايش؟ روماتيك فيفر. مظبوط؟ اوكي. فبعض كثير من احنا في جسمه ايش؟ انتي بوديز ذا ستريبتوكوكاي. ستريبتوكاينيز ماخوذ من ستريبتوكوكاي فممكن بعضهم يكون الانتي بوديز عالي في جسمه التايتر عالي يرتبط بستريبتوكاينيز وما يخلي ستريبتوكاينيز يشتغل. اوكي؟ عشان هيك ستريبتوكاينيز ارخص بالعموم كمان من اذر ستوري. اوكي؟ خلاص بكفي من هون. بس هذا اللي كنا بنحكيه على الفايبرونيتيك دراجز. صلوا على رسول الله. نحكي بموضوع لطيف خفيف بعيد عن كل هالتعقيدات. هذا إشي لطيف تغذية. ندخلنا شوية تغذية هلا بال iron deficiency anemia. أوكي خلصنا الكواجيليشن بعمومه. ضل إشي نسيت أحكي عنه بس مش عارف شو في مستعجل. ركزوا معي شوي. صحيح في حالة نسميها إحنا extensive bleeding. أوكي كيف نعالج هاي الحالة دكتور؟ في شيء اسمه امينو كابروين اسيد دواء منه تابلت منه حكينا محطوط على الجوز. اوكي على الشاش عند المستشفيات او على الشاش موجود عند اطباء الاسنان. هذا اذا صار في نزيف زايد عن اللزوم نحط الشاش. هلا الكابروين اسيد هذا بيشتغل ضد هذا بيحفز البلازمولوجي فهو محفز فعليا عكس الستريبتوكاينيز. هذا لا بيعمل كوكواجيوليشن بس مش بقوة طبعاً الستريبتوكاينيز ولا بقوة الالتابليز. عكسه هو بسوري مصبط للبلازمونجين. يعني ما بيحول البلازمونجين لبلازمين وبلازمين بيعمل فايبرونيكوت. لا هذا عكس ذلك. اوكي بيعمل كوأكيوليشن. نحكي على يعكس كل شيء. نحكي على كوأكيوليشن. شو اسمه؟ أمينو كابروويك أسيد. فهو مش أنتي كوأكيولنت هو كوأكيولنت. فزي ما حكينا موجود في الجوز بنحطه بيعمل كوأكيوليشن. في المباريات تشوفوه مرات بحطوا كريم بصير في نزيف بحطوا كريم بوقف النزيف دغري. هذا هو الكابروين اسيد. اوكي
الانديكيشن لازم تكونوا عارفين كمان يمكن يجيكم مرات مع انه مش بالاوردر مش موجود هذا التابلت التابلت اف دي ابروفد في 2015 اللي ينعطي للهيفي منستري والليدي باخذوا 1 تابلت 1 جرام اوف 6 مش 6 اسمه امينو كابروليك اسيد اي ثينك 6 او مش عارف 6 او المهم امينو كابروليك اسيد هذا هو الدواء بنعطى اورال تابلت بخفف المنسترويشن عند الليديز مش كل الليديز بس اللي عندهم هيفي منسترويشن وبنكون خايفين عليهم من الانيميا ومن ال ايرون ديفشنسي انيميا يصير عندهم ديفشنسي بالايرون طيب خلاص هذا مطالب منكم اسمه امينو كابروليك اسيد بنجيب السلايد المره الجايه طيب the big picture hemolysis you have to know this 200 billion blood cells per day انت تنتج ذلك انا انتج ذلك كليات انتج هذا الشيء ان ديلي بيسز تخيل الرقم شوفوا قدره رب العالمين على بون مارو موجود جوا عظامك عم تنتج انت بليون اوف سيلز تخيل عدد عن جد مقبول عن جد رهيب اوكي كلمه هوموستاسيس بالانجليزي مش حلوه بس ابداع الخلق الرباني احلى عن جد الانسان مليان ابداع هو ابداع The hematopoietic machinery that you are a constant supply of three things. عشان الآن عشان يشتغل هذا السيستم اللي عمال بتجي 200 بليون سيلز بالدين هنتكلم على سبلاي لازم يكون في enough supply of iron فينا enough supply of vitamin B12 and folic acid. Okay. نقصه يؤدي إلى حاجة نسميها أنيميا الأولى اسمها Iron Deficiency Anemia والثانية اسمها Megaloblastic Anemia اللي هي نقص الـ B12 والفوليك أسيد. Hematopoietic growth factors protein that regulate the proliferation and differentiation of hematopoietic cells لازم يكون موجودين. Inadequate supply of either the essential nutrients or the growth factors are in deficiency of functional blood cells anemia. A deficiency in oxygen carrying erythrocytes. أعطيكم بس شكل صغيرة يمكن بعضكم شارك معنا بالـ B12 البحث تبع سنة خامسة أعطيكم شغل كثير مهم كل الحوامل اللي كانوا في الدراسة كلهم عندهم B12 deficiency أنا تفهموا قديش إحنا وكثير منهم عندهم آيرون ما إحنا ما قصنا الآيرون بس أنا متأكد إن عندهم آيرون deficiency كثير منهم فيعني موضوع جد مهم أوكي يمكن أنتم تشوفوا إنه إحنا بنشرح تغذية هلا بنحط لنا شوية كورن فليكس ومش عارف إيش بس بالأخير السرير من بعد السرير مين؟ أوكي أنا هذا استغربته يعني كل اللي كانوا حوامل أو خلفوا within the last two years أو three years كلهم عندهم B12 deficiency كان هذا أحد الأشياء الغريبة اللي كانت صارت معه. أني iron deficiency أنيميا iron form the nucleus of iron porphyrin heme ring which together with the globin chains form hemoglobin. In the absence of adequate iron, small erythrocytes with insufficient hemoglobin are formed, giving rise to microcytic hypochromic anemia. And I took the MCV, تقيس عشان تعرف من وين جاي deficiency. Iron deficiency anemia is the most common cause of chronic anemia. All right? The cardiovascular adaptation to chronic anemia. Tachycardia, increased cardiac output, vasodilation can worsen the condition. شو هذا يا دكتور؟ هلا إذا عندنا إحنا نقص بالأكسجين، هيموجلوبين موجود في الجسم، بدك تضغط على إيش؟ على القلب. أوكي؟ يعني مريض عنده iron deficiency anemia، عنده إريثروسايت أقل، عنده حمل الأكسجين للبريفري أقل، طب شو الحلول دكتور أمام الجسم؟ نزيد الأوتبوت تبع الهارت، كيف بزيد الأوتبوت تبع الهارت؟ يا بزيد قوة النبض، ضخ أو بزيد عدد النبضات. وبوث اوف ذيم ذي ماي ريزلت ان سمثينج كولد ايش؟ كونجستد هارت فيلير، يعني يصير في فيلير في الهارت. عشان هيك الايرون ديفشنسي انيميا هاز تو بي ايش؟ تريتد، ما لازم نترك هذا الشيء مش تريتد. طيب. باتي هاز 3.5 جرام توتال ايرون، 2.5 جرام ان ذا هيموجلوبين. اوكي هذا جسمنا موجود فيه وهذا كميه. Humans are poor at absorption, usually only 5-10% of intake is absorbed. This increases to 20-30% with deficiency. ركزوا شوي. Required adult male. أنا يفترض إنه 13 microgram per kilogram. ها
هذا بحتاجه انا على الديلي. الليديز بحتاجه 21 مايكروغرام بالكيلوغرام. البريجنان شوف الرقم بالضعف 4 أضعاف لأنه فيها نظر جاي وهذا الجاي عماله بده يكون بده حديد. أوكي شو بصير بريجنان هو أنا an infant need 80 microgram per kilogram. Dirty iron in form of heme can be absorbed intact. إذا كان هيم والهيم موجود في كلمة ميت مش حلوة باللحمة. أوكي من تسأل أجمل. موجود باللحم عشان هيك الصبايا اللي قاعدين هون باكلوش لحم والشباب باكلوش لحم هيك كله لحم مشان هو فكرة من الخرابيط الفاضية. اوكي وشوف خروف من ذبح شوف فارغ شوف خروف من ذبح طبيبي شوف بكره تشوف بلاوي شوف تجي قال هذا عشان خروف من ذبح هو صغير هذا هم قاعدين ابن اختي بدرس طب سنة 5 بس بولندا ما باكلش لحم لانه هو صغير شاف خروف من ذبح يا سلام. واللي طلعت هذيك اليوم قام تحكي لي على عيد الاضحى قال والله احنا كثير بشعين كثير شديدين على الشرفان يا زلمه شو دخل هذا بهذا بالعكس كثير قاسي قلبهم كله لحم ان شاء الله كله لحم خلص ننهي بايرن من رب الجدل جريت صلوا والله عندك في واحد طلعت ولاقوا بناقشوا الموضوع قال في وحشية على الخرفان إنه عمالة بتضحي في عيد الأضحى يا زلمة إيش بتحكي هذا أصلا هم بكون الخروف وبدر يكون مبسوط صدقوني الدنيا عيد يعني الدنيا عيد بكون مبسوطين طيب Non-heme iron from vegetables, grains, gravity iron must be broken down to elements in iron for absorption. إذا إحنا نعطي oral iron أو نعطي في vegetables أو بالgrains أو بالiron نعطيه لازم يتكسر الهيم. إن هذا السلايد قبل ما نخلص أو لسه ما نخلص. هذا السلايد كثير مهم يا جماعة. هذا السلايد خطير شوي. لأنه بحكي لك إنه يعني بغير مفاهيم مهمة جداً 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 إحنا اكتسبناها بحياتنا وزهقونا فيها. أهم مفهوم إنه بالسبانخ فيش فيه حديد يا جماعة مليان حديد مليان حديد بس على الفاضي. أوكي يعني بوب بايز هذا الخالص كاتب هلا طبعاً هذا حكي فاضي. أوكي وأمي يعني مش ومحاكم زهقوكم كل سبانخ كل سبانخ على الفاضي أوكي عشان نرتاح هلا خلص بالله عليك خلص. أهم مصدر حقيقي للميت اللي هو cooked lean beef. Okay, average cross all cuts 90 جرام. Okay, يعني من الفخ أو البتيلو أو مش بتيلو المهم هذا كله أحسن مصدر للحديد. فكله beef وكله خروف. شاوم. Chicken breast اللي كتير هم الجاج. يعني في شوية حديد وامتصاصه كتير قليل اللي يمتص لا يمتص منه كتير. أوكي هذا absorbed الأسود absorbed والtotal iron intake. هذا بيكس اللي مش مكتوب هنا مشهور لأسباب مختلفة هذا بيكس. أوكي 60 جرام فيه يعني كمية baked beans. البيكت beans يعني زي الفاصوليا ومش عارف إيش يعني في مليان بس لا يمتص منه ولا شيء الا قليل جدا. البويلد سبانيش نفس الفكره هذا زاكي ايرون فورتيفايد بادي سيريال اند كورن فليكس. اوكي بعض فيكم ناس بتاخذ كورن فليكس اسف سيريال. اوكي الويت بيكس هذا اللي باخذوه تعون الدايت هذا اللي هي يعني في حديد مليان بس لا يمتص كثير. اوكي سيريال على فكره اصلا انا معك ذيس از سيريال يعني كورن فليكس يعني شو اسمه سيريال. اوكي فكله كورن فليكس جميل الفيريفايد يعني اللي مضاف له الحديد. اوكي في انواع منها. اوكي فالفيريفايد جاي شو ماله فيه حديد لطيف. فاذا انت ما بتحب الميت خد كورن فليكس مدعم او خد سيريلاك مدعم ارجع زين. اوكي هاي المصادر الرئيسيه والله يعرفوها عن جد بتفيدكم في لحظه من اللحظات.
طيب طب شو اذا المريض عنده ايرون ديفيشنسي انيميا نحكي له ياكل لحم ما بقدر اكل لحم بدنا نعطيه ايرون اوكي امتى بدنا نعطي الايرون يا دكتور The treatment or prevention of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is commonly seen in population with increased iron requirement. When a doctor, in infants, especially premature infants, children during rapid growth period. في اللحظات هاي إذا الطفل كان موجود سباعي أو premature يعني بحتاج إلى أعطيه supplement من الحديد. يعني بأغلب الحالات تكون عن طريق الكورن فليكس أو السيريلاك أو الأشياء هاي. وممكن أعطيه supplement من الحديد. بيجي الحديد هذا دروكس. يعني نقاط اوكي pregnant and lactating women they need iron they really need iron اذا لاحظتوا قبل شوي خلاص they need iron لانه 80 ملي جرام they gonna need 80 مايكرو جرام بير كيلو جرام اربع اضعاف اللي العاديه في ذيلي شو هالكلمه chronic kidney failure إذا المريض عنده كرونيك كيدني فيلير في أغلب الحالات الكلامين آيرون هو لوز إريثروسايتس راح يخسروا كثير من دمهم في الغسيل لما يعمل غسيل على تبني هاي ريت during hemodialysis and also form them at high rate as a result of treating with erythrocyte growth factor erythromate الأولى إنه بيخسروا حديد الثاني عشان هم بيخسروا حديد كثير بيخسروا إريثروسايت بنعطيهم إحنا إيش؟ بنعطيهم injections شو اسمها؟ Erythrocyte growth factor شو اسمه اسمه انا erythrobate يعني عشان نحفز انه يبنوا اكثر ناخذ بعد الكانسر رح ناخذ كانسر اخر محاضرات اخر محاضره اخره ناخذ المحفزات اللي بتزيد البرودكشن في البون مارو واحد منهم erythrobate فبنعطي احنا erythrobate عشان نزيد الانتاج في الحالتين لانه بيخسر حديد ولانه ببني نيو سيلز هي جا نيد ان ايرون فهذول الانديكيشن الرئيسيات اللي استخدم فيهم الايرون في مرة عندهم شيء اسمه iron deficiency inadequate iron absorption can also cause iron deficiency. This is seen frequently after gastrectomy, severe small bowel disease that results in generalized malabsorption. هذول الحالتين إذا عملنا gastrectomy ممكن تحدث هاي الشغلة وإذا كان عنده مشكلة في البول كمان ممكن تحدث هذا الشيء. طيب الأول iron يا دكتور. الأورال أيرون إحنا نقسمه إلى ثلاث أنواع، في منهم كمان نوعين يمكن. اللي موجودين بالأسواق، ده أوبتيمال دين دوز 200 ملي جرام إليمنت أيرون. في منهم ثلاث أنواع، بيجي الأيرون يا بيجي فرس جلوكونيت أو بيجي فرس فيوماريت أو بيجي فرس سلفيت. أوكي؟ الجلوكونيت يو جانا نيد 5 تابلت بير داي. الفيوماريت يجينا نيد 3 تابلتس بير داي والسلفيت يجينا نيد 3 تابلتس بير داي اوكي يعني الابزوربشن للفيوماريت والسلفيت احسن من مين من الجلوكونيت ايرون از ابزورب مور كومبليتلي وين ذا ستومك از امتي فبنحاول ناخذ على الامتي ستومك لكن طعمه زينخ وبيعمل نوزي وكوميتنج عالي خاصه عند الليديز اوكي طعم الحليب بتحسه بالدم وكثير من الليديز صار عندهم نوزي وكوميتنج لدرجه انه ما بيقدر ياخذه اصلا اوكي فعشان هيك شغله يقطع معده فاضيه كثير صعبه بس اذا داخل على معده فاضيه بيمتص بطريقه احسن اوكي بالذات تكون تيجي تريتمنت فور 3 ل 6 مانث افتر ذا انيميا از ريليف لازم نكمل 3 ل 6 مانث لما صالح الانيميا لانه وي نيد تو ريبيل ستورج اوف ذا ايرون ان ذا بودي اوكي ايرون ابزوربشن از انهانسد نحسنه فيتامين سي والميت والأورجانيك أورانج جوس والفيش، أوكي، is inhibited by cereals والتي والميلك، أوكي، وهاي أمور تغذوية ما راح أدخل فيها كثير أنا، بس هي الفكرة كلها إنه نحاول نحسن الأبزوربشن بتحول الفرق إلى فرس والفرس يمتص أحسن كل هذا الكلام ما راح أدخل فيه طويل، بدي أدخل بالسايد إفكتس، أنا خلصت بس أخلص هذا نطلع، سايد إفكتس هارت بين نوزيا شتت الامور جماعه خلاص هارتبيل نوزيا ابدومينال كرام ديارية بيشنت تيكينج اورال ايرون ديفلوب بلاك ستولز احفظهم زي اسمك دائما بيجوا الدواء اللي بيعمل بلاك ستولز اللي هو الايرون والدواء اللي بيعمل بلاك يورين ميترانيدازول ممكن انت تعمل سوالف في اليورين ميترانيدازول بلاك ستولز
ايرون لاكيون بتريميدازول ممكن ينتج منه مش كتير بس ممكن يصير. فود decreases absorption by 30-50% with drug-drug interaction. أخذ أيام التتراسايكل والأنتي أسيدز كل هاي الأدوية ممكن تتداخل من absorption للآيرون. طيب لأنه الآيرون صعب يتداخل صعب يتداخل على معدة فاضية وعن جد النساء ما بيقدروا يأخذوه لأنه هم they need for it. مرات كثير منجا إيش اسمه parenteral iron. أوكي والparenteral iron يعني injection بدنا نعطيه injection. أوكي يعطى انترا فينس في اغلب الحالات ممكن ينعطى انترا ماسكولر بس صعب شوي. اوكي ينعطى انترا ماسكولر مؤلم شديد بس ممكن ينعطى انترا ماسكولر عشان تكون الامور واضحه. بس المين الاعطاء الرئيسي للمجهود في الاردن في اغلب الحالات ينعطى انترا فينس. بس هذا مش معناته انه ما انعطاش انترا ماسكولر. بنعطى انترا ماسكولر تكنيك معين بس مش موضوعنا. طيب امتى نستخدم الار ان افشنسي الانجكتبل جاي في البيشنت اللي عنده نقص شديد جدا 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 بالايرون. اوكي فبنعطي بيشنت الدوكيومنتد ايرون ديفيشنت. والله خلاص والله خلاص خلاص بيشنت بوار انيميا بتوتلريت اور ابزورب ايرون. بيشنت وذ اكستنسيف كرونيك انيميا هو كانت بي مينتين اورال ايرون الون. اوكي هذول المرضى اللي كانت بي اون ذا الون ايرون الون اورال ايرون الون ادفانس كرونيك رينال ديزيز ريكويرد هوم دياليسيس اند تريتمنت ريتروفايتين فاريوس بوست جاستريكتومي كونديشن اند فاريوس سمول باول ريستريكشن اسيف يعني في انهم اخذنا منهم جزء منهم انفلاماتوري باول ديزيز انفولفين بروكسيمال باول اند مال ابسوربشن سيندروم كيولا استخدامات للايرون ديفيشنسي للتابعين. خلينا نكمل المره الجايه الامور شكلها فلتت. نكمل بالبيراميترال انا عندي اصلا محاضره ثانيه وخلينا نحط حضور غياب عشان الجماعه اللي يجوا عشان حضور غياب ما يزعلوش. اوكي يس.